أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. الشاهد يعلن خلق 1200 موطن شغل إضافي بشركة صناعة السيارات بسوسة في تأكيد على عودة تدريجية لثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. في باجة انطلاق المؤتمرات الجهوية لاتحاد الفلاحين وطرح متجدد لمشاغل المديونية التي تثقل كاهل الفلاح. تعبيرات ثقافية مختلفة ورسائل فنية تحكي الحب والسلام في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجاموسي للموسيقى المتوسطية. تعتزم شركة ليوني تونس المختصة في صناعة كوابل السيارات توسيع أنشطتها خلال شهر أفريل 2018 لتتمكن من توفير ما لا يقل عن 1200 موطن شغل إضافي. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم عقب اطلاعه على نشاط مختلف وحدات الإنتاج بشركة ليوني تونس بالمسعدين من ولاية سوسة. وثمن رئيس الحكومة تجربة هذه المؤسسة الناجحة لصناعة كوابل السيارات، مؤكداً أهمية تجذير ثقافة العمل والإنتاج وتغيير العقليات لدى الشباب المتسمة بثقافة المطلبية والتوكل على الدولة. وذكر الشاهد بالحجم الاقتصادي والثقل الاجتماعي لهذه الشركة التي توفر الشغل لأكثر من 16 ألف إطار وعامل بفروعها بكل من المسعدين وماطر. كفاءات ومهارات تونسية بحتة تخدم وتشتغل وتثمن في ثقافة العمل. للأسف ما نوريوش ياسر التجارب الناجحة هذه، نوريو أكثر ثقافة فشل. ديما نقول احنا نحبوا نثمنوا التجارب هذه، هذيك علاش حبيت نكون اليوم بحظة الشباب هذا. تقريب 8000 شاب يخدم اليوم كل يوم في المصنع هذا، وبعودة الحركية للاقتصاد التونسي وعودة الثقة هناك مشاريع استثمارية أخرى لهذا المصنع، وانتداب تقريب 1200 عامل إضافي انطلاقا من شهر أفريل. هذا يؤكد أنه فما عودة للاقتصاد التونسي، أكد أنه التنافسية متاع الاقتصاد التونسي موجودة، لأنه الأجانب تجي تستثمر في تونس لأنه تونس عندها قدرة تنافسية كبيرة وتونس تبقى وجهة استثمارية مهمة. فحبيت نكون بحظ الشباب هذايا، نوريهم أنه اليوم فما مستقبل في تونس، ثم إمكانيات في تونس، ثم استثمار في تونس، وفما معناها بوادر إيجابية جدا في الاقتصاد التونسي. نبقى في المجال التنموي، وشهدت جرجيس اليوم وقفة احتجاجية لمطالبة الشركة الكبرى بالجهة بالتدخل في تنمية المنطقة، وذلك بدعوة من جمعية جرجيس الحبيبة للتنمية. في وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل، تجمع مواطنو المنطقة وعدد من الناشطين في المجتمع المدني وممثلي فروع المنظمات الوطنية بالمنطقة أمام مقر المعتمدية على خلفية مطالب تنموية مختلفة. اليوم نخمموا في موارد مالية للبلدية الجدد في البلدان هذه الغربية. أي شركة كبرى منتصبة في معتمدية ما راهي قاعدة تعاون فيهم. فاش تعاون فيهم؟ تعاون فيهم في الشؤون الاجتماعية، تعاون فيهم في تصليح الكياسات. علاش مش زادة في الديمقراطية متاعنا احنا الحديثة ننسجوا على المنوال؟ بلدية جرجيس ينجم فيها موارد مالية تنجم فعلا تحدث نقلة نوعية في البنية التحتية. في هذه الوقفة الاحتجاجية دعوت المؤسسات المستغلة للثروات الطبيعية في مادتي الملح والبترول إلى تحمل مسؤولياتها المجتمعية في التنمية والتشغيل. فما لوم كبير على الشركات المنتصبة بجرجيس وشركة الملح كوتيزال اللي هي مش قائمة بواجب متاعها في التنمية بجرجيس. احنا مش هدفنا نتاعنا مش تعطيل العمل نتاعها ولا اعتصامات فوضويه، لا احنا مطالبوا منها بكل امور سلميه انها تساهم معنا في البنيه التحتيه في جرجيس وتنهض بالبلاد. مع ان النص القانوني والنص الدستوري اللي يجبر كافه الشركات المنتصبه في جرجيس انها تساهم في صندوق التنميه، منها الكوتيزار في المنطقه الصناعيه بجرجيس، منها الشركه الكوبانيه بشماخ. ويبقى بحسب هؤلاء المحتجين التفعيل الحقيقي لفضاء الأنشطة الاقتصادية الحرة والقطب الصناعي والتجاري المزمع إنجازه على مساحة 1000 هكتار من الحلول المنتظرة لدفع التشغيل بهذه المعتمدية. ونفذ عدد من عمال الحظائر في ولاية توزر وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وبتطبيق جملة الاتفاقية المبرمة مع المنظمة الشغيلة في هذا الصدد.
نفذ مجموعة من عمال الحظائر وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية توزر، وذلك على خلفية تأخر تسوية وضعياتهم المهنية والإدارية، مطالبين أجهزة الدولة بتطبيق جملة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والقطع مع التشغيل الهش. مطالبنا باش يرسمونا ان شاء الله، على خاطر احنا خدمنا على الحظائر على الاليه 16، انا بدلت وحده من الناس على منها على الحظائر وليت في 2011 نخدم على الاليه 16، بدلونا في الثوره ولينا على الحظائر. خدمت كنت في الاليه 16، كي جت الثوره اعطوني كونترات وحظير والعمر كمل وما حصلت شيء، سهلت وقالوا لي زدوكم 5 سنين بس كاملي به. كما عبر المحتجون على استيائهم وامتعاضهم لما اعتبروه سياسة المماطلة والتسويف من طرف أجهزة الدولة لتسوية وضعياتهم على حد قولهم. من عام 2000 ونستخدم من عام 2000 نخدموا على حساب الاعتمادات المفوضة ولا حياة لمن تنادي. نخدم تو بعثوا لي قالوا لي راه معناتها احبسي كملت الآلية. يا ودي كيفاش كملت الآلية وما بينتوا لي حتى شيء؟ 4 شهور وانا طماعة نقولها ما عيسوي لي وظيفتي. احنا ما ناش طالبين حتى شيء الا الترسيم الفوري، يا خويا احنا نحبوا الترسيم الفوري وكهو ما حتناش حتى بحاجة أخرى. ملف عملة الحظائر في إجراءاته الإدارية الأخيرة وسيتم الإعلان عنها خلال سنة 18 و2000، هذا ما صرح به والي توزر. بعد 6 سنوات تبين أنه صار نوع من التعطيل في تسوية الوضعية نتاعهم، وهم يحبوا يرجعوا للآلية، ولكن الملف احنا جمعناه في توزر 134 عامل وعاملة على هذه الآلية وعلى المستوى الوطني حوالي 3900 وحاجة من العمال. عملنا فيها مكتوب للسيد وزير الداخلية، السيد وزير الداخلية عمل تقرير ورفعه للسيد رئيس الحكومة ويستنى في لافي تاع رئيس الحكومة، وان شاء الله تتسوى الوضعية قريبا بحول الله. 134 عاملا في مجال الحظائر بولاية توزر موزعين على عديد الإدارات الجهوية ينتظرون تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية وإلحاقهم بالوظيفة العمومية، قد تنهي سلسلة معاناة انطلقت منذ سنوات. أمنيا، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من الكشف عن عدد من خلايا الدعم والأسناد للعناصر الإرهابية في القرى المحيطة بجبل السلوم من ولاية القصرين وبمدينة سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تم إلقاء القبض على 14 عنصرا من بينهم فتاة بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ومصالح التوقي من الإرهاب بإقلامي الحرس الوطني بالقصرين وسيدي بوزيد. وأوضحت أن الكشف عن هذه الخلايا يندرج في إطار مواصلة الأبحاث مع العنصر الإرهابي التابع لكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية الذي تم القبض عليه مؤخرا من قبل وحدات الجيش الوطني. وأفادت التحريات أنه من بين الموقوفين شخص كان فقد زوجته في انفجار لغم زرعته العناصر الإرهابية، إلا أنه أصر رفقة ابنه على مواصلة التعامل معهم. التحريات أثبتت كذلك تورط عنصر آخر يوفر لهم الدعم المادي، كما تولى عملية إيصال عنصرين إرهابيين إلى مكان وجود المجموعة الإرهابية. وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بال11 عنصرا. خلال المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة أعطيت إشارة انطلاق مؤتمرات الاتحادات الجهوية، ومثلت هذه المناسبة فرصة لطرح مشاكل الفلاحين والبحارة. أعطيت بمدينة باجة إشارة انطلاق مؤتمرات الاتحادات الجهوية من خلال عقد المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة بحضور 78 نائبا للمؤتمر من مختلف معتمديات الجهة. ونتمنى أن مجموعة مؤتمراتنا تمر بكل معاني وأبعاد الشفافية والنزاهة. سيتم انتخاب 12 وإن شاء الله اللي يكون ضمن المكتب الجهوي مرحبا به على قاعدة العمل المشترك في اتجاه مصلحة تونس. المؤتمر مثل فرصة لتقييم أداء المكتب التنفيذي المنحل وإثراء النقاش الدائر صلب هياكل الاتحاد الجهوي عبر طرح مشاغل الفلاحين الحقيقية. مرة ضايم الأرض فيه كفلاحة في غلاء الأسعار والمديوني، والفلاح قاعد ينتج وبيع بالرخيص. انت مطلوب الدوله تعطي الدعم للفلاح، تعطي الدعم للفلاح، الفلاح يقدم القدام
المؤشرات تقريبا كل الدلو أنه ما ثماش سياسة أو استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع، وبالتالي هي خيبة أمل كبرى. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أكد خلال إشرافه على فعاليات المؤتمر على أهمية مثل هذه المحطات الانتخابية في مسيرة المنظمة الفلاحية لتقييم الأداء. معناها من جملة النقاط مش فقط هو الغلاء معناها في الأسعار المنتوجات، إنما غلاء زاد أيضا في المدخلات، واللي هو قاعد يثقل كاهل الفلاح، وخاصة يعني مع التغيرات المناخية. مع ما حطيناش برنامج اقتصادي اجتماعي وفق برنامج زمني محدد اللي فعلا تبدا الرؤيه واضحه وين مش نمشيو. وكما قلنا برشا ناس تحدث على انه لابد من قرارات موجعه، يا خويا موجعه خليها كما الزراق، اذا كانت توجع تداوي، ولكن ما تكونش موجعه وتقتل ولا تخنق، هذا هو الاشكال. الالتقاء بالفلاحين والبحاره والانصات لهواجسهم الى جانب تجديد هياكل الاتحاد عبر انتخاب مكتب تنفيذي جديد مسألة ضرورية للتأكيد على أهمية المسار الديمقراطي صلب المنظمة الفلاحية. نتوجه الآن إلى ابن خداش من ولاية مدنين للتعرف على خصائص الطبيعية التي تزخر بها الجهة والتي أهلتها لأن تكون قطبا سياحيا من خلال مشروع سياحي جبلي. وفي هذا الروبورتاج نكتشف معا دور الضيافة التي فتحت أبوابها في السنوات الأخيرة لاستقطاب السياح. السائر إلى معتمدية ابن خداش ستستقطبه جبالها الشامخة المنبعثة منها روائح الإكليل والزعتر، تعلوها القصور الأثرية وتتوسطها البيوت الأرضية، قصور وبيوت استثمرها أبناء المنطقة لتتحول إلى دور ضيافة مجهزة فتحت أبوابها للزائرين والسياح. ديار الضيافة هذه بالنسبة للبلاد كابن خداش راه مشروع مفيد جدا، لأن البلاد صغيرة ومتستوعبش وطلة كبار. ثم برشا بلايس ابن خداش معروفة، وبرشا بلايس مزيانة، وبرشا بلايس لازمها تتشاف. معناتها كما عندنا برشا عيون في الجبل، كما واد مقر، كما القصورات، عندنا 6 قصور ولا 7 قصور معروفين، معناتها كل واحد واختصاصاته. قاعدين نخدموا توا شوية روندوني، شوية كومبينج، شوية ميزون دوت، معناتها يحبوا تخيلوا ديت العباد قاعدة تحب مغرومة بالروندوني ومغرومة بالكومبينج، ويحبوا يتغرموا بكونهم يعيشوا عيشة أخرى. معناتها التوجه إلى دور الضيافة بهذه المنطقة الجبلية في السنوات الأخيرة برهن على أن هذه المعتمدية ذات بعد سياحي واعد، لكن تبقى عدد الصعوبات تحد من إشعاعها وجذب السياح إليها. وإن وجد عدد قليل من السياح فهو مجهود شخصي. وقاعدين نسوق شوية بالإنترنت، وشوية بحكم أنت تعرف عباد وكل شيء، تجيب شوية كليونات وشوية جونسات، معناتها مش برشا خاطر ما عندناش كاباسيتي كبيرة نحن. ثم برشا صعوبات بالنسبة للسياحة في ابن خداش، لأن أول حاجة يقول لك دخلت في الخارطة السياحية، أنا ما نصورش دخلت لأن ما ثماش حاجة رسمية. دور الضيافة زادة كيف ماهيش مقننة، يقول لك ثم دور الضيافة لكن تمشي للسياحة ما عندهمش معنى، حتى ما مش أجري كل شيء. مقومات سياحية تجعل من ابن خداش تنضم إلى الخارطة السياحية، وهو مشروع تعمل عليه عديد الأطراف وبرامج تعاون مختلفة، مثل مشروع الظاهر بالتعاون مع الدولة السويسرية. ونعني بالظاهر يعني المناطق الداخلية الجبلية التي تربط الولايات 3 في الجنوب الشرقي، قابس، مدنين، تطوين. التعريف بالوجهة السياحية وبالمنتوج السياحي الموجود في المنطقة هذه طبعا عبر وسائل تسويق معروفة، ويقع تطويرها من حين لآخر. كذلك نؤطر هذا المشروع يعتني بالمنخرطين في هالمنظومة وتأطيرهم ومساعدتهم على التعريف بمنتوجهم. الخروج بالقطاع السياحي من السياحة الفندقية والشاطئية إلى السياحة الجبلية والثقافية سيساهم حتما في دعم القطاع السياحي بهذه المنطقة، خاصة أمام ثرائها بالمخزون الأثري والثقافي وحتى الطبيعي. للتلفاز الوطنية فايزة سكرافي، معتمدية ابن خداش، ولاية مدنين. نختم بالثقافة. ومهرجان الجاموسي للموسيقى المتوسطية في دورته الثالثة يستعيد التاريخ ويحيي الذاكرة بالفن الجميل عبر التذكير بأعماله الخالدة، هذه الأعمال التي تحمل رسائل سلام وحب بين الشعوب والثقافات. محمد الجاموسي فنان بحجم الذاكرة كلها،
تتقاطع صوره القادمة من الزمن الآخر لتصوغ قصة مبدع من أبناء هذا الوطن صنع حكاية نجاح وترك في كل لحن ذكرى. وقت اللي أنا كنت في فرنسا نقرأ خالي وقتها نسمع في الإذاعة تونس جي محمد جاموسي، عاد قلت يا خالي وقت اللي نسمع غنيتك تتعدى في الإذاعة شي حاجة تفرحني برشا، قال لي بنتي وين ما تسمع غنية هذيك هدية مني ليلك أنت. خذيت عهد على نفسي أني ننشر ما لدي من وثائق وصور وكتابات وتسجيل باش تكون ضمن مؤلف يعني ضخم. المؤلف هذايا في قرابة 600 صفحة وعملنا العنوان متاعه مذكرات الجاموسي بين الشفوي والمخطوط. الجاموسي شد دار الأوبيرا في الجزائر، يكتب بالإيطالية بالفرنسية. الجاموسي مثل مع طلين، مثل مع راقية إبراهيم ويوسف وهبي وشادية. مهرجان الجاموسي للموسيقى المتوسطية في دورته الثالثة يحتفي بتعبيرات ثقافية مختلفة، والرسالة هنا حب وسلام وحياة. حبينا تكون كما أراد لها الجاموسي، أن تكون الجملة الموسيقية هي اللي تعبر عن الحوار مع الثقافات، هي اللي تنطق وتبث بمضامين المحبة السلام الخير، مش تكون تعبيرة موسيقية ولكن تعبيرة موسيقية متوسطية تجسم هذا الحوار ما بين الثقافات والشعوب. فما العديد من العروض اللي هي عروض من جهة صفاقس وعروض من خارج الجهة، وكذلك فما ندوة فكرية على الموسيقى المتوسطية، فما زاد عرض للكتب وإصدارات الجاموسي وما كتب عن الجاموسي. تعانق ألحان محمد الجاموسي ريحة البلاد لتسافر بنا في افتتاح مهرجان الجاموسي للموسيقى المتوسطية إلى سوريا، ولتذكرنا بالوجع الأول والعشق الأول، القضية الأم فلسطين. هكذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. الشاهد يعلن خلق 1200 موطن شغل إضافي بشركة صناعة السيارات بسوسة في تأكيد على عودة تدريجية لثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. في بيجا انطلاق المؤتمرات الجهوية لاتحاد الفلاحين وطرح متجدد لمشاغل المديونية التي تثقل كاهل الفلاحة. تعبيرات ثقافية مختلفة ورسائل فنية تحكي الحب والسلام في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجاموسي للموسيقى المتوسطية. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.